مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج شباب اليوم. دائما ما عودناكم في برنامج شباب اليوم بأن نسلط الأضواء على كل المشاريع الشبابية وإنجازات الشباب وإبداعات الشباب ومواهب الشباب. واليوم يمكن حلقتنا راح تكون غير عن باقي حلقاتنا. حلقتنا اليوم راح تتكلم عن لعبة جماعية عشقها الكل الصغار والكبار. شفنا يعني حلم الشباب دائما أن يكونون أصحاب هذه الموهبة، موهبة جميلة جدا، موهبة حماسية، موهبة فيها تنافس كبير، موهبة حلم كل شاب وطفل أن يكون لمن يكبر يكون لاعب، مو أي لاعب، لاعب كرة قدم. خاصة أن كرة القدم من الألعاب التنافسية والألعاب اللي لها جمهورها بشكل كبير، ولعبة يمكن لها فيها حماس كبير، فيها حب للملعب المستطيل الأخضر، خاصة أن فيها روح منافسة كبيرة، فيها تمريرات، فيها لعبات، فيها فنيات، فيها مهارات قد لا تكون موجودة بأي لعبة ثانية. ممكن أن هذه اللعبة لها جمهورها الكبير لأن فيها أكثر من 11 لاعب يكونون بالملعب، كل لاعب له جمهوره، كل لاعب له مهاراته. لعبة كرة القدم من أجمل اللعبات لأن تاريخها عريق، تاريخها بالأسماء الموجودة، الأسماء المهارية اللي عرفهم التاريخ من اللاعبين ومن أساطير في الملاعب، عرفهم التاريخ بيليه وغيره 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 من اللاعبين اللي بنتكلم إذا بنتكلم على العالمية. أما إذا بنتكلم على مستوى الكويت فعندنا مجموعة كبيرة من اللاعبين اللي تميزوا بالمستطيل الأخضر، اللي أثبتوا وجودهم، أثبتوا مهاراتهم، اللي حلم كل شاب كويتي أنه يوصل إلى مستواهم. فتحي كميل، فيصل الدخيل، عبد العزيز العنبري، جاسم يعقوب، أسماء كثيرة للأمانة اللي تحضرنا واللي ما تحضرنا. لكن جميل جدا أن هذه الهواية أن قاعدين نشوف المجتمع يدفع أبناءه، يدفع عياله بأن يدخلون هذه الهواية أو هذه الموهبة. لكن بنفس الوقت دائما احنا نقول لا يكون الموهبة هذه حلم كل الشباب، وإن كانت هي حلم كل الشباب لكن لا تكون هي الحلم الأكبر خلاص، يا أني أدش كرة القدم أو ما أدش أي رياضة ثانية أو تكون عندي أي موهبة ثانية. خلي يكون عندك موهبة كرة القدم لكن موهبة ثانية. يمكن السؤال اللي كان يتردد علينا طول ما احنا صغار في المدرسة، شنو هواياتك، شنو موهبتك، شنو أنت موهوب، دائما كان الرد الأول هو لعبة كرة القدم. لعبة كرة القدم مثل ما قلنا طابع خاص يميزها عن كل اللعبات، خاصة مثل ما قلت لكم أن المستطيل الأخضر يكون فيه تنافس، يكون فيه حركة، يكون فيه اجتهاد أكبر، مهارات غيره 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 الأمانة. وخاصة الحين بعد بالفترة هذه اللي فاتت يمكن شفنا بداية دخول هنا عندنا بالكويت أكاديميات خاصة بهذه اللعبة، أكاديمية تعلمك من الألف إلى الياء في كرة القدم، شلون بداية من لمسات الكرة نهاية إلى أنك تكون لاعب ماهر وصاحب مهارة عالية جدا. معانا اليوم أكاديمية خاصة في تعليم كرة القدم، نبي نتعرف عليهم أكثر ونتعرف على مشروع هذه الأكاديمية لكن عقب هذا الفاصل القصير. كل شيء لنا سوى حتى نسمة الهوى، انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر. من عمر واحنا لبعضنا من عمر، تجمعنا الحكمة مع بعد النظر. من عمر واحنا لبعضنا من عمر، تجمعنا الحكمة مع بعد النظر. كل شي لنا سوى حتى نسمة الهوى، انت درب المحبة وانت قاسم الصبر. كل شي لنا سوى حتى نسمة الهوى، جرب المحبة وانت قاسم الصبر. كل شي لنا سوى
انت درب المحبة وانت كسب الصبور. من عمر وإحنا لبعضنا من عمر من عمر الشدة تفسر كل شيء إلا بلدنا نختلف بالرأي لكن نلتقي مهما اختلفنا بساعة الشدة تفسر كل شيء إلا بلدنا وندعي بالخير بالخير لوطننا بكل صلاة من سعى للخير لابد ينتصر لابد ينتصر لابد ينتصر لابد ينتصر كل شي لنا سوى حتى نسمات الهوى انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر كل شي لنا سوى حتى نسمة الهوى انت ذرب المحبة كل شي لنا سوى حتى نسمة الهوى انت ذرب المحبة وانت قاسم الصبر من عمر واحنا لبعضنا من عمر من عمر واحنا لبعضنا من عمر من عمر حياكم الله مشاهدينا الكرام. نذكر في اكونت تويتر البرنامج اللي حاب يسال ضيوفنا لهذا اليوم اكاديميه سبورتي اي سؤال ما عليه الا يرسل لنا على منشن البرنامج اللي ظاهر اسفل الشاشه. كذلك نقول انستغرام البرنامج كواليس برنامج شباب اليوم وتعرفون على ضيوفنا سواء كانوا قبل لا يطلعون ولا بعد ما يطلعون راح تلقون اكونت برنامج شباب اليوم في انستغرام وتابعونا على برنامج على اكونت برنامج شباب اليوم. ونذكر كذلك في موقع قناة شاهد وتلفزيون شاهد اللي حاب يتابع أي برنامج سواء شباب اليوم أو أي برنامج في تلفزيون شباب اليوم تلفزيون الشاهد راح تلقونه. ايش فيني ضيعت انا ضيعتوني صدقون ما شاء الله اربعه داشين علي لا الله وتخرجنا. بالبدايه نرحب بالكابتن كابتن احمد مدعث حياك الله كابتن. الله يحييك. صاحب اكاديميه سبورتي حياك الله. الله يحييك. وكذلك كابتن محمد الكندري مدرب في اكاديميه سبورتي حياك الله. الله يحييك. وكذلك على يسارنا اللعيبه بالبدايه عبد الرحمن عيال حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك. وكذلك فراس حاطوم حياك الله يا فراس. نرحب فيكم طبعا في برنامج شباب اليوم. بالبدايه كابتن احمد احنا ما ادري نقول لك كابتن ولا لان انت ما شاء الله هم لاعب يعني فما ادري ايش نقول لك راح نقول لك كابتن. اللي تشوفونه. كابتن احمد كلمنا على الاكاديميه بالبدايه. اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا فكره الاكاديميه احنا بعد ما اخذنا تجارب عديده من الانديه سواء داخل الكويت او خارج الكويت فراينا ان مستوى الوضع العام للانديه بالكويت في تنازل وفي تراجع كبير وملحوظ فحاولنا ننشئ اكاديميه ان ننقل اللاعبين من هذا المستوى الى مستوى وعقليه احترافيه. فبدينا مجموعه من الشباب اسسنا اول اكاديميه لنا كانت فرق واحد في الجليب ومن ثم انتقلنا الى اربع افراد. جميل. شلون انشاتوها هذه الاكاديميه؟
أخذنا المسار الأمور التراخيص التجارية وحصلنا كيان اللي هو الملعب اللي نقدر نقيم فيه تماريننا أو مبارياتنا، واخترنا أفضل صفوة المدربين اللي موجودين في الساحة الرياضية الكويتية اللي هم النخبة اللي شفناهم في الآونة الأخيرة، فاتجهنا لهم وتعاقدنا وياهم، وكانت خذوا الموضوع بصدر رحب أنه يدربون عندنا بالأكاديمية بعد ما كانوا يدربون في عندي وأكاديميات كبرى، فلله الحمد وفقنا في المدربين. طيب كابتن أحمد، يعني أنت لاعب سابق يعني وشفت الملاعب، والحين أنت ابتعدت عن الملاعب يعني واحترفت أنت برا بعد بنفس الوقت، طلعت من الملاعب الحين ورحت حق أكاديمية خاصة في نفس الكرة، كرة القدم، شو اللي يدفع أحمد يعني كابتن أحمد، شو اللي يدفعك بالأساس أنك تروح برا، تتجه حق برا أنك تسوي أكاديمية خاصة لك، يعني ليش مو مدرب في نادي أو تدرب في نادي؟ طبعا هو بعد احترافي في نادي السيلية وعودتي للكويت اعتزلت الكرة، اتجهت للتدريب، أخذت شهادات التدريب عن طريق الاتحاد الكويتي عن طريق مدير التدريب والتطوير بدر عبد الجليل، ومشكور على المجهود اللي يبذله في الاتحاد الكويتي. دربت في أندية بالكويت، دربت في نادي النصر، دربت في نادي خيطان، دربت في نادي التضامن، لكن اتجاه الأكاديمية لأن الوضع العام اللي في الأندية ما يسمح أن اللاعب يتطور، مجرد أن اللاعب يتمرن ومشاركات رسمية فقط كتواجد، لكن كأكاديمية احنا رأينا الرؤية الاحترافية كوني أنا خذت تجربة الاحتراف، فاللاعبين حاول أن ننقلهم من اللوات الاحتراف، لأن احنا إن شاء الله عندنا في نهاية الشهر راح تكون تجربة احتراف حق 4 لاعبين عندنا من الأكاديمية في فرنسا إن شاء الله. جميل. وهذا مو ترشيح من عندنا، علشان احنا الآن تكسب على اللاعبين، متعهد هو اللي شاف اللاعبين في معسكر الإمارات واختار اللاعبين، قدمنا له زيارة الكويت وشافهم في أرض الملعب، ومن عنده بدأ اختيار اللاعبين للتجربة. جميل. طيب نبي ننتقل حق اللاعبين بالبداية. عبد الرحمن، عبد الرحمن متى انضميت حق هذه الأكاديمية؟ والله أنا من شهر 10 مع أكاديمية سبورتي. وليش اخترت هذه الأكاديمية بالضبط، أو ليش اخترت كرة القدم بالذات؟ كرة القدم هي تنشط الجسم، تعطي قوة بدنية للاعب، كرة القدم هواية بعد. جميل. وبالنسبة حق فراس ليش كرة القدم؟ ايش معنى كرة القدم؟ قيس عفوا، ايش معنى كرة القدم؟ هذا يعني أنا هوايتي كرة القدم، بنفس الوقت أنا ما بيخليها هواية، بخليها إنه أنا بصير لاعب كرة قدم، مو بس هواية عندي، بصير أنا يعني مخطط إني أحترف برا، أحاول أحترف برا عن طريق الأكاديمية سبورتي. جميل. يعني فيك حب حق كرة القدم من زمان. جميل. طيب كابتن محمد الكندري، أنت يمكن أنا ما أدري أقول الطباخ اللي يطبخ الطبخة كل أبوها، يعني الأساس في هذه الأكاديمية كلها أنت اللي تقدم التمارين، أنت اللي تقدم كل شيء. بالبداية كابتن محمد الكندري مسي عليك الخير، بعدين ودنا نعرف متى أنت انضميت حق هذه الأكاديمية. وشي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انضميت أول ما فتح، طبعا أحمد فتح مقالك أربع فرع، لما فتح فرع اللي بشرق اتصل علي قال لي أبيك تنضم ويانا تكون ويانا كمدرب شيء. قلت بالعكس يشرفني كذي، فانضمت يوم حوالي سنة يمكن اللي بشرق وصلنا تقريبا سنة، اي سنة يمكن صار، فانضميت وياهم. وبالعكس يعني أنا ما أقولك أنا إيه حط كل شيء الفريق بيمشي ولا كذي، لا بالعكس، وتعاون من اللاعبين، تعاون من أولياء الأمور، تعاون من الجهاز الفني إداري، كلهم بالعكس متعاونين ويانا. وعلى راسهم الصراحة الكابتن حسن مهنا مو مقصر ويانا، ولا صراحة سيد أحمد مقصر ويانا، حتى اللاعبين الصغار والكبار وجميع الفئات كلهم متعاونين ويانا. يعني تقول له طبق التمرين يطبق التمرين، ما في تشوف فوضى الملعب ولا تشوف شيء، وشي في نظام في ترتيب شيء. اذا يمكن اول ما يجي الاكاديميه لاعب يمكن ما يعرفك عدل، صح؟ بس حاط لك احترام، لو ما تشوفك انت ما شاء الله ابوه قاعد برا، خاله قاعد برا، هذاك هم ابوه قاعد برا، شوف ما شاء الله الجمهور برا قاعد. جميل. طيب ودنا نتعرف على التمارين، نوعيه التمارين اللي نقدمها لهم استاذ محمد. حسب طبعا الاعمار، يعني 2002 2003 ما تقدر تطبق على التحمل اللي هو التمرين على البحر، السبرنتات، الجري، يعني ساعة ونص تقول اركض او اركض نص ساعة واركض، اكثر شيء بتحط له 4 دقائق 5 دقائق بس بيركض، واكثر شيء شنو يا الكرة الاطفال الصغار تكون استحواذ، تكون
استحواذ وياه بالكره كله بالكره. اما يمكن قيس وعبد الرحمن نفس الشيء تخليهم شنو وتحمل يعني عندهم يمكن يوم واحد بالاسبوع او يومين بالاسبوع عقب ما يخلصون التمرين. احنا يمكن الموقع اللي بالشرق وين صاير على البحر ينزلون على الشاطئ على البحر ورمل رمل عندهم يمكن نص ساعه او ساعه فما يستطيع التمرين حق الكبير نفس التمرين زي. فكل واحد جميل يعني منسقين الامور اي اكيد جميل. طيب اعزائي المشاهدين كاميرا شباب اليوم كانت موجوده في الاكاديميه اكاديميه سبورتي وخذت بعض اللقطات. خلينا نشوف بعض اللقطات من التمارين اللي قدمها اكاديميه سبورتي ورد لكم. جميل كابتن محمد هذه التمرينات تكون يعني يوميه ولا يوم وترك ولا شو طريقتها؟ لا احنا عندنا يوم الاحد يوم الثلاثاء يوم الخميس ممكن بين الايام هذه نسوي لهم مباريات وديه ممكن نسوي مباريات وديه يمكن شفت يمكن نفس الاغراض عندهم تعطي انت توافق العضلي والفكري حق اللاعب نفسه بعدين كله بالكره كله بالكره اما الكبار لا تعطيهم تحمل تعطيهم جري تعطيهم قوه تعطيهم اكثر من التمرين. جميل. طيب كابتن احمد الاكاديميه متخصصه بس بكره قدم؟ اي نعم كره قدم مبدئيا كره قدم. طيب ومستقبليا ان شاء الله؟ مستقبليا ان شاء الله في توجه انه راح تكون في العاب اخرى مثل لكن متجهين على التنس الارضي ان شاء الله فبعد ما نجهز دراسه الجدوى كامله ممكن نعلن عنها. طيب يعني هذه الفكره راح تكون قريب ولا بعيده شوي؟ لا ان شاء الله قريب مو بعيد. جميل. طيب ودي انا اسال يعني قاعد اشوف المكان يعني هل هذا المكان لكم انت ولا ان يعني المكان مو مكان رسمي حق الاكاديميه يعني هو للاسف ان ما نقدر يعني حاولنا اكثر من جهه ان نتعاون وياهم وخص بالذكر الجهات الحكوميه ان في المدارس عن طريق وزاره الشباب او الهيئه العامه لشباب الرياضه نحاول ان يكون في متنفس للملاعب اللي موجوده عن طريق افتتاح اكاديميه تخدم ابناء المنطقه نفسها لكن كل الكتب اللي خاطبناها فيها جانا الردود رفض. ليش؟ السياسات ان الجهات الحكوميه ما تتعامل ويا الجهات الخاصه او انه ما بي احد يقامر في هذا القرار، ما في شخص صاحب قرار. احنا نتامل من الشيخ رئيس الهيئه العامه شباب الرياضه والمدير العام الشيخ احمد المنصور انه يفتح لنا الساحات الشبابيه والمراكز لجميع الاكاديميات، ما تكون حصر لاكاديميه فقط. اما الملعب اللي احنا فيه صائل مدير الملعب بدر سالمين نشكره على موافقته ان احنا نفتتح اكاديميه سبورتي في الملعب، ملعب جميل، ملعب شرح، ملعب ماخذ المقاييس الدوليه، زائد ان الموقع استراتيجي للملعب.
جميل. طيب برجع للكابتن. كابتن التمارين قلنا كل يوم وترك تقريبا او ثلاث ايام بالاسبوع. نعم صح. التمارين هذه يعني بس تمارين مثل كل مره تنعاد نفس التمارين ولا هل في تمارين مختلفه؟ لا حسب حسب يعني. يوم عندك فرضا حط لهم تمرين زقزاق بالكره راح يطوف فيها, يوم الثاني راح احط فرضا وتسديد فيها, يوم اللي بعده فرضا اسوي لهم تقسيمه ممستين فيها. بس حسب كل يوم تحط لهم جدول. فاذا عندك مباراه يوم اللي بعده ما تكثف عليهم التمرين, تخلي عليهم التمرين, تخلي فرضا عندهم تقسيمه فرضا 10 دقائق بس تريح الفريق لانه صغار. انا فرضا ماسك 2002 2003 ما تقدر تعطيهم لود عليهم التمرين يصير غير فرضا. اقول لك انا في شيء الكبار تلعب مع المشكله, اي يوم ثاني بيلعب عادي ما عنده مشكله. لان انا شفتهم فرقه وياي, شفتهم يمكن لما سافرنا معسكر بالامارات فرقوا على اللاعبين وايد يعني لعبوا مع ابطال هناك عندهم. جميل. ابطال يعني احنا رحنا وتفاجئنا, احنا ممكن نروح هناك نلعب مع اكاديميات نفس المستوى. حتى يمكن احمد مكلم المتعهد هناك ورحنا بنلعب وياه. لما رحنا ولا يقول راح تبارون اليوم المتصدر دوري الاماراتي, وهناك عندهم شنو؟ عندهم اهتمام وايد بالشباب عندهم والفعل الصغير عندهم. فرحنا لما تفاجأنا فالصغار خايفين شلون راح نباري نادي احنا اليوم وجمهور برا عندهم, راح نفوز راح نخسر؟ تلعبوا بالعكس لعبكم هذا, والحمد لله راحوا ما خسروا ولا خسر. جميل. اي والله توفقوا الحمد لله. طيب شلون تلقى التعامل مع الشباب خاصة الكابتن قريب منه, شلون تلقى تعامل الشباب مع اللعبة هذه وخاصة داخل الملعب يعني أثناء التمارين؟ بالعكس يعني شيء يعني في يمكن ناس يتينا أول مرة يجونا لما تكلم تقول له فرضا طبق هالتمرين هذا, تقول له طبق فرضا طوف بالكرة العب باص واقطع وراح يرفع لك اياها وراح تشوت بس فرضا, راح يقول لك شلون كذي يعني طبق لي ما ادري شلون كذي. لما تجي حق الفئة صار له فرضا شهر وياك, شهر على الاقل بس لما تعطيه شرح راح يطبق لك التمرين ما عنده مشكلة. حتى الواحد لما يدش اياها مرة مرتين وثلاث راح يصير وايد زين, تشوف اوه ما شاء الله عليه وايد خوش لعب. شو اول كان لا تو الحين ذكر لي اسم وصقر لان يعني تونا حط الاغراض ايش قال مستوى تطور وايد اللاعب صار كتير والله ما شاء الله يعني يوم عن يوم يصير افضل افضل افضل. فكل ما يصير المجموعه متعاونه وياك وانت تقعد تعاون وياهم الفريق الحمد لله ناتج يعطيك اخر شيء. جميل. طيب نبي نسمع منكم شباب. عبد الرحمن شو تشوف التمارين اللي تروحون لها؟ تمارين يعطينا اياها الكابتن نطبقها عدل ويشوف اثره بالتقسيم او بالمباراه. طيب تحضرون تمارين بانتظام تحرصون على تحضرون؟ اكيد 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 تكون متواجد قبل الكابتن عشان الكابتن يعرفك انك انت متواجد ملتزم بالتمرين. طيب وبالنسبه حق الاستفاده يعني انت قبل كنت تلعب برا الاكاديميه والحين انت تلعب بالاكاديميه, شو تشوف الفرق ما بين الاثنين يعني اللعب برا واللعب داخل الاكاديميه؟ لا اللعب داخل الاكاديميه اكيد عشان تكون في عيون عليك تشوف تطورت تنتقل من مرحله لمرحله. طيب انت عبد الرحمن شو تشوف نفسك تطورت في هذا المجال؟ اي اكيد تطورت صرت اقوى من اللي طاف. طيب من 10 كم تقيم نفسك قبل كم والحين كم؟ 8 من 10. 8 8 من 10 الحين. قبل 2. اوه ما شاء الله تطور كبير هذا. تطور كبير كابتن محمد هذا. انت واحد يقول لك فلان تعال تمرن يومي حصص تدريبيه لياقه بدنيه ادرك يا. حتى هناك سافرنا برنامج غذائي حطونا اكل كذي تنام الساعه الفلانيه تقوم الساعه الفلانيه اليوم باك عندك مباراه التواجد الساعه 8 الصبح باللوبي 10 يحرك الباص ترد عقب اللعبه تنام ارتاح بعدين راح تروح الجاكوزي ترتاح بعدين ترد تاكل الوجبه مالتك راح ترد تنام. يعني حاطين برنامج يمكن سافر ويانا سافرت ويانا صح؟ اي راحوا ويانا وشافوا الشيء هذا يمكن اول يمكن اربع ايام تمللوا شنو هالروتين بايخ هذا قال بس خلاص يعني خلينا نطلع برا هذا اكثر واحد يتكلم هذا اكثر واحد يتكلم بطلع برا باكل بروح كذي قلت له والله الفائده لك مو اليوم وراح تشوف وفعلا عقب ما قال لي والله كلامك صح الفائده لي وهذا اللي صار يمكن هم يمكن وتفاجئوا لعبوا يمكن هني بالكويت يلعبون 8-8 و9-9 عادي لعب عادي لما سافروا وتفاجأوا ان لعبوا 11 ملعب كامل وتسلل وحكام شنو هذا قول
كم لعبوا بالعكس، وكابتن حسن كان وياهم بالعكس، ولما راحوا لعبوا ما خسروا وحققوا نتائجهم طيبه. جميل. طيب برجع لقيس. قيس، شو تشوف الاستفاده من دخولك حق الاكاديميه؟ فرق كبير بين اي يعني اكاديميه سبورتي وبين اي اكاديميه او نادي، لان تجمع مدربين احسن مدربين بالكويت، تدريب تمارين يعني تمارين يعني انت صعب يعني صعب يعني تطور، يعني اول ما تدش التمرين تبي تسوي اول يوم ما تحاول، ثاني يوم تحاول، ثالث يوم تلقى روحك قاعد تسويه بسهوله، فهذا شيء وايد زين. يعني تطور كل شوي، قاعد تطور كل، فهذا شيء وايد زين يعني حق اللاعبين، ونشكر المدربين طبعا. جميل. تسمعون كلام كابتن احمد ولا ما تسمعونه؟ طلعات وتبغى اكيد يعني احنا هو يعطينا يعني نصائح، او مرات احنا مثلا نزعل ولا شيء انه والله ما طلعنا ما شيء، بس بعد كم يوم نعرف انه هو اعطانا شيء صح، يعني قال لنا شيء صح. طبعا اكيد نشكر انه هو قال لنا شيء صح، هذا شيء زين حق. طيب قيس، قبل لا تدش الاكاديميه والحين انت بالاكاديميه، شو تشوف مستواك؟ في فرق كبير باللعب ما بين قبل دخولك الاكاديميه والحين انت بالاكاديميه؟ اكيد. تقيم نفسك كم تقريبا؟ تقييم حق نفسك انا بي يعني عبد الرحمن قال 2 وبعدين 8 الحين 6/10 والحين 9/10. جميل جدا، يعني زين، يعني حتى من قبل زين. جميل. طيب كابتن احمد، برجع لك كابتن احمد، يعني ما شاء الله مستويات قاعدين نشوف في تحسن بالمستويات للافضل. قبل لا نعرف مستوياته بعرف ايش معنى سبورتي، يعني ليش سبورتي؟ طبعا هي في البدايه كان اسمه الاكاديميه رياضي. رياضي 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 اشمل ان في المستقبل اذا فتحنا اي تخصص ايه رياضي تشمل جميع الرياضه. جميل. لكن بعد ما طلعنا معسكر الامارات وبدات المراسلات من فرق خارجيه، يعني احنا جاتنا دعوه من نادي برشلونه الاسباني. جميل. وراح نشارك ان شاء الله في 3/7 بطوله مع 40 فريق من جميع دول اوروبا، واحنا الفريق الخليجي العربي الوحيد المشارك. ما شاء الله. فصعب ان انت تخاطب الفرق الاوروبيه او الاعلام الخارجي اسم الاكاديميه رياضي. فاتجهنا لسبورتي بحيث انها تكون سهله للكل. طيب كلمنا عن الدعوه هذه شوي، خلينا نستغل الفرصه. دعوتكم لبرشلونه شلون راح تكون هذه الدعوه؟ طبعا هي الدعوه من بعد معسكر الامارات اللي اخذناه في الصيف، وبعد ما حققوا اللاعبين والكبات النتائج ايجابيه، الاغلب المتعهدين او نقول سماسره اللاعبين والانديه، السوق الخليجي هو دوله الامارات. فشافوا النتائج هناك، المتعهد نفسه انعجب باللاعبين، واللي يعجبنا اكثر ان لاعبيننا عندهم الرغبه في الاحتراف. جميل. يعني في اليابان اللاعب اول ما يتخرج من المدرسه يقول له اكتب امنيه. فاللاعب هوندا لاعب منتخب اليابان كتب انه راح اكون امنيتي ان شاء الله اكون نجم واحمل الرقم 10. لو تلاحظ الحين في الوقت الحالي هوندا لاعب ميلان ولاعب رقم 10، فهو حط الحلم في مساره ومسار حياته، قدر يتجه لهذا الحلم. احنا الشيء هذا قاعد نلاحظه في لاعبين اكاديمية سبورتي بشكل عام، عندنا اللاعبين صفهم مميزين ونخبه، يعني ما عندهم مشكله سواء يلعبون في انديه كويتيه او اوروبيه، عندهم القدره. فلله الحمد بعد معسكر الامارات جاتنا الدعوه من نادي برشلونه ان حققتوا نتائج اكاديميه، نتائج ايجابيه، فاذا في عندكم امكانيه تشاركون عندنا. كانت هي البطوله المفروض في 28/4 لكن للاسف ما قدرنا، سوري كانت في 23/4 لكن ما قدرنا لان فتره الاختبارات وعامل التاشيرات تاخر، فجتنا الدعوه حق بطوله اكبر من عندها، والله الحمد لله خيره في التاخير، جتنا دعوه اكبر في مشاركه نادي مانشستر وانتر ميلان وتشيلسي والنادي المستضيف بايرن ميونخ، برشلونه بايرن ميونخ، فاعتمد الموافقه ان شاء الله ان نشارك في هذه البطوله. جميل. قبل الحين ارجع حق سؤالنا الاول اللي هو مستويات اللاعبين اللي دشوا عندكم وبعد ما طلعوا تراجعونهم، يعني هل تشوف انت نظرتك الخاصه كونك لاعب سابق يعني وما شاء الله عليه الله، تشوف في نقلات يعني كبيره بحياتهم سواء كانت يعني على مستوى المهاره يعني على يعني مستوى الاداء داخل الملعب، اللياقه البدنيه، يعني هالامور هذه؟ والله شوفوا قبل لا اشوف اللاعبين انا عندي ثقه تامه بالمدربين، يعني عندي المدير الفني كابتن حسن مهنا، وعندي المدير الفني كابتن سهيل التونسي بعزه،
كذلك كابتن المدير الفني كابتن عاطف. اثق في امكانيات المدربين اللي عندي واعرف ان شنو البرنامج التدريبي، لان احنا البرنامج التدريبي نحطه قبل بدايه الموسم، فعارفين شنو الخطه والاستراتيجيه اللي احنا راح نعمل عليه. اما مستوى اللاعبين بالعكس في تحسن يعني والله الحمد، طفره كبيره يعني مستويات اللاعبين، وقاعد نلاحظ هالشيء في التمرين والمقياس الاختبار له المباريات ان مستوى اللاعب متحسن، فالله الحمد يعني تحسن كبير اللاعبين الحمد لله. طيب كابتن محمد برجع لك، كابتن تشوفون يعني اللاعبين اول ما يجونكم وبعد يعني فتره من الوقت، هل تحرصون انكم تتابعون كل لاعب يعني بعد مثلا كل اسبوع تشوفون هل في تحسن، هل في اقبال، يعني هل تشوف لي اقتزادت الامور هذه؟ اكيد يمكن قبل اسبوع اللي فات يمكن في لاعبين عندي اثنين مميزين عندي كلمتهم، يمكن مسكتهم كلمت قلت لهم مستواكم نازل شوي مو عاجبني. صح شيء يقول لي صح كابتن ليش؟ يقول يمكن مو يعني تمارين في تم تمرين وكذي. فعقب ما خلصت التمرين حق فئه 2003 2002 خليت هذولي سويت لهم تمرين انفرادي حقهم بروحهم اثنيناتهم، يمكن اسبوع كامل اشتغلت عليهم. عقب ما يخلصون طلعوا المجموعه بروحهم حط لهم اقماء وكذي واشتغل عليهم، اشتغل عليهم الحمد لله ردوا مستواهم. قلت لهم بالعكس الواحد التمرين كل ما يواظب على التمرين كل ما يطور المستوى ماله. اتمنى منكم الالتزام. قال ان شاء الله بس كابتن، حتى يمكن اليوم انا يمكن اليوم ما قدرت اروح الحلقه كذي فاتصلت قلت في حضور ما شاء الله اليوم الكل جاي وحضور كاملين العدد. قلت لهم جهزهم عيال حق الدوري الاكاديميات جاي راح نبل ان شاء الله، يمكن وقفنا احمد وقف حق الاختبارات. نعم تراعون هذا الامر. اي اكيد الاختبارات هذا. طيب احمد برجع لك، احمد تكلمت عن المعسكرات الخارجيه، هل تحرصون غير الامارات؟ يعني هل رحتوا غير الامارات ولا فقط الامارات رحتوا؟ احنا اول معسكر كان في الامارات، لكن الاهداف الجايه ان شاء الله ببطوله برشلونه، وعندنا تجربه الاحتراف حق 4 لاعبين ان شاء الله في فرنسا، و15 8 عندنا معسكر في تركيا ان شاء الله. معسكر في تركيا. تركيا ان شاء الله. طيب وبالنسبه حق داخليا هل تسوون داخلي ولا ما تسوون داخلي؟ والله احنا عندنا دوري الاكاديميات، واذا ان شاء الله اللاعبين قدروا انه ينافسون وصلوا النهائي ان شاء الله الدوري راح ندخلهم معسكر داخلي. جميل. تكلمنا شوي عن تجربه الاربع لاعبين اللي راح تكون في فرنسا، شنو راح تكون يعني هذه تخلل هذه التجربه؟ طبعا هي تجربه الاحتراف راح هي دعوه رسميه من نادي فرنسي تقدمت لنا لاعبين اثنين، فاحنا ما نبي نظلم حق اللاعبين الباجي، فطلبنا من عندهم على ضمانتنا احنا كاكاديميه ان نبعث لاعبين ثانيين غيرهم يعني ويا اللاعبين، ولله الحمد وافقوا. وراح تكون طبعا هي معايشه كامله مع النادي الفرنسي، يعني ينسى انه جاي اليوم معسكر او اكاديميه، راح يدش الفندق النادي مع اللاعبين الفرنسيين، يقوم الصبح وجبات الغذائيه عنده تمرين الصبح، يرجع الفندق مره ثانيه يرجع تمرين فتره العصر ويا المدربين، فراح يعيش تجربه الاحتراف اللي هي الصحيحه الحقيقيه، وراح نوافيكم ان شاء الله اول باول بالتجربه هذه ان شاء الله. طيب ودنا نتكلم عن اللي حققته الانجازات اللي حققتوها انتم في الاكاديميه. طبعا ما شاء الله يعني المدربين واللاعبين انجازاتهم عديده، يعني احنا كل ما شاركنا في بطوله هم سباقين في الحصول عليه. اعتقد ان في عندنا لاعبين 2003 وصلوا النهائي في بطوله نادي القادسيه وخسروا من نادي القادسيه، رغم الخساره والاداء مضايقين يعني زعلانين وما يروحون التكريم، هم 2003 فعندهم روح الانتصار، عندهم روح البطوله، والله الحمد يعني اكثر من بطوله حققوها الكباتن، يعني عندنا في المراكز الكؤوس موجوده عندنا بالارفف عديده ما شاء الله. جميل. وشنو تطمحون له انت ولقدام؟ والله احنا الطموح ما هو شخصي ولا طموح مدربين، احنا الطموح طموحنا طموح اللاعبين، نبي نشوف لاعبينا في افضل الانديه الاوروبيه، نبي نشوف اللاعبين الكويتيين موجودين في المحافل الخارجيه او المقيمين من ابناء البلد المواهب، لان انت عارف الكويت بلد بناء، بلد يسخر بالمواهب سواء الفنيه او اللاعبين، لكن الشيء المحزن ان هني ما في اي اهتمام حق الفئات هذه، فاحنا نحاول ان شاء الله اللاعبين
يشرفون البلد في المحافل الخارجية، مثل ما عندنا نموذج عبد العزيز المشعان في الدوري التشيكي، كذلك رئيس رجل الأعمال رئيس نادي نوتنغهام فواز الحساوي اللي هو مالك نادي نوتنغهام. هذه طاقات يعني تشرف البلد أن يرفع اسم البلد في أوروبا. فإحنا إن شاء الله لاعبيننا قادرين أن يقيمون الصورة الخليجية في الاحتراف الخارجي ان شاء الله. جميل. طيب برجع لكم شباب. شباب عبد الرحمن، من ناديك المفضل؟ برشلونه. برشلونه هاردك خساره، طلعتوا بالدوري، طلعتوا من كل شيء. طيب ولاعبك المفضل؟ لاعب روما مهدي بن عطيه. جميل جدا. وبالنسبه حق قيس، قيس ناديك المفضل؟ برشلونه. بس خاف انتم كلكم برشلونيه؟ لا ها، انا الدوري الايطالي. طيب وبالنسبه حق لاعبك المفضل؟ عندي بالكويت ولا نبي بالكويت وبرا الكويت؟ بالكويت عندي طبعا قبل فراس الخطيب، وعندك الحين محمود المواس لاعب نادي العربي، وعالميا عندي انيستا وميسي. هذول اكيد برشلوني بعد، شيء طبيعي. انيستا وميسي يعني. انيستا وميسي. طيب وبعد ولا بس هذول؟ بس. طيب عبد الرحمن، منو لاعبك المفضل؟ بالكويت. بالكويت. الكويت حسين حاكم. جميل. ليش شكلك تلعب دفاع؟ ايه. وبعد؟ بس. وعالميا بس لعبة. ايه. جميل. طيب مدريدي كأنك كابتن. اي والله. الله يعطيكم العافية. وهواش وصاخ بالديوانية كل يوم. وبالنسبة حق كابتن احمد؟ لا لا جوفنتس. ما شاء الله سيد العجوز. طيب اعزائي المشاهدين، مكملين معاكم حلقتنا لهذا اليوم، لكن عقب هذا التقرير اللي بنشوفه عن اكاديمية سبورتي وردي لكم. طبعا اشكر السيد احمد مدعث مدير الاكاديميه سبورت اللي وفر لنا صراحه جميع الاشياء بالاكاديميه، والحمد لله اولياء الامور تعاونوا ويانا بالكويت بالبطولات داخل الكويت والبطولات خارج الكويت، والحمد لله الحمد اللاعبين نفس الشيء داخل الكويت قاعدين ينافسون وبرا الكويت قاعدين ينافسون، والحمد لله ان شاء الله نوعد اولياء الامور ان شاء الله راح يشوفون الافضل هم بعد بالبطولات المحلية والبطولات الخارجية. مشكورين. احنا نلعب وايد مباريات ونفوز فيهم وندش المباريات وفيه ثقة بنفسنا، وندش وايد بطولات ونفوزهم، روح ندش دور واحنا الحين بدور الأكاديميات وان شاء الله نفوزها. اشكر أكاديمية سبورتي على التمارين وقوية ويعني شيء طورونا. انا اشكر المدرب محمد الكندري لانه طور قدراتي وسواني احسن باللعب. اشكر الأكاديمية على جهدهم وتعبهم، أشكر الكباتن كلهم عشان تعبهم عشان يطورونا. يعطيكم العافية، معاكم الكابتن يوسف الشمري مدرب حراس مرمى أكاديمية سبورتي. بخصوص الأكاديمية يعني عندي الكابتن محمد أحمد إسماعيل مراد والكابتن جاسم المنصور والكابتن حسين بلوشي، تدريبات وتأهيل بخصوص حراسة المرمى. ما شاء الله عليه الله، شوف شباب منطلقين وكلامهم جميل جدا ومنمق ما شاء الله، اكيد مدربهم حتى الكلام. لا ولا لا ما تعرف؟ لا بالعكس. لا ما شاء الله. طيب كابتن، نبي نتكلم على مراعاة الفروق الفردية بين اللاعبين، يعني امر صعب شوي ان يعني انت تدري انت في لاعب مثلا صعب التربة، يعني في واحد يستجيب، في واحد عنيد، في واحد لا والله مثلا روح مثلا الأنانية شوية بيتميز. ان شلون تقدر تراعي الفروق هذه كلها؟ بالعكس، يمكن واحد يمكن يطبق التمرين اول مرة تقول هاي الكره سوها تمرين كذي حقي يسوي لك اياه ويمشي، واحد ما سوى التمرين ما تقول له خلاص اللي بعده، لا تسوي مره مرتين ثلاث اربع، لما يتمكن لاعب تمكن من التمرين هذا خلاص تكمل اللي بعده. طبقت فرضا تمرين صعب وايد اليوم، يمكن واحد جديد توي جاي، يمكن هذا يمكن المجموعه اللي عندك صار لهم فرضا شهرين عندك، لما تقول لهم فرضا طبق هالتمرين عليه سهل، صار له شهرين عليه سهل وهذا جديد، وتشرح له لازم وتشرح له تقول له راح تسوي كذي راح تسوي كذي، حتى لو غلط توقف التمرين تعلمه، حتى لو غلط هم توقف التمرين تعلمه. بالعكس لازم تنزل روحك حق اللاعب، انت لو كان عمره ان شاء الله خمس سنين تكون اياه لما يستجيب حقك خلاص بعدين تكمل التمرين. جميل. يعني تراعون عامل النفسيه والامور يعني هالامور هذه؟ اي اكيد. في واحد يدش التمرين اول ربع ساعه بعدين قال لك بس خلاص ما بي، ليش بس ما بي؟ ليش ما تبي؟ ايش فيك؟
عادي يجيك واحد بيبكي زين ليش فيك؟ ما يلعب لي باص شو ما يلعب لي باص؟ ايه عادي يحوشك الظرف هذا انت صحيح عاد تاخذ اتكلم هذا فانا تخلي عنده الكره وايد هذا فضلا تقول له العب انت وياك اربعه صغار تخليهم لعبوا بروحكم تخليه يلمس الكره وايد مره مرتين ثلاث اربع لما ياخذ ثقه شويه دخله والله ويا الكبار فرضا وتقسيمه ياخذ ثقه شويه بعدين راح تشوف عادي تمر عليك وايد طبعا اشياء فلازم انت تطول بالك. جميل طيب اعزائي المشاهدين بنشوف تحت ارقام على الشاشه ان شاء الله راح تكون ارقام اكاديميه سبورتي اللي حاب انه يتواصل معاهم اللي وده انه اللي شاف الحلقه وده ان عياله يتدربون فيها الارقام راح تكون موجوده اسفل الشاشه اتصلوا عليهم وما شاء الله مثل ما تشوفون ويانا استاذ احمد المدعث واخونا محمد الكندري كابتن والشباب هني بعد هم اللاعبين موجودين وتعرفنا اكثر على بعض الامور واذا عندكم اي سؤال ارسلوا لنا اياه على التويتر وراح نقرا لكم اياه الحين وراح نتعرف اي سؤال او اي رد حابين يردون الكباتن. طيب احمد دبي نتكلم دام انه يبنى طاري التسجيل مساله التسجيل شلون طريقتها هل مفتوحه للجميع ام لها شروط معينه؟ لا هو التسجيل مفتوح للجميع الاعمار من 5 سنوات لغايه 16 سنة سواء كويتي او مقيم للكل التسجيل. جميل طيب نبي نتكلم عن الخدمات المقدمه الخدمات اللي انتم تقدمونها الاكاديميه تقدمها هل هو بس تدريب كروي ولا في مثلا جولات ترفيهيه يعني كسر روتين برا اللعب شوي؟ المنسقين الاداريين اللي عندنا طبعا عبد الله مدعث هو قايم بالرحلات الترفيهيه فجزء من الرياضه انه يطلع يغير روتين التمارين فعندنا رحلات ترفيهيه احنا عملناها في الصيف اللي هي سباحه وتعليم ركوب الخيل وعندنا ان شاء الله بعد عبد الله مدعث قاعد يجهز الامور الرحلات في عندنا غير كره القدم يعني. طيب وبالنسبه حق البطولات اللي قريبه اللي هي راح تكون دوري الاكاديميات ان شاء الله عادين لها يعني مستعدين لها ان شاء الله الايام اللي جايه؟ والله افضل اعداد كان لنا معسكر الامارات في جميع الفرق احنا طلعنا 3 فرق حق دوله الامارات فاكبر اعداد لنا اللي هو المعسكر فان شاء الله جاهزين والكباتن واللاعبين جاهزين حق الدوري والدوري طويل لغايه 15/5 يعني ففي منافسه كبيره من نخبه من الاكاديميات اللي موجوده بالكويت وان شاء الله يليق باسم الدوري وبالذات ان الدوري في مكان عزيز علينا في استاد جابر فان شاء الله يكون حافز للاكاديميات الثانيه ان يحضرون للسنويه ان شاء الله. ان شاء الله، طيب برجع حق اللاعبين عبد الرحمن كابتن محمد وكابتن حسن مهنا وكثير من الكباتن حسين الشمري وغيره وغيره من الكباتن ما شاء الله قاعد اشوف مجموعه كبيره من الكباتن على مقدار كبير من الكف، لما يقولون لكم مثلا نصائح معينه شنو دوركم انتم؟ هل تسمعون النصائح؟ تمشون بالنصائح هذه ولا لا؟ شيء اكيد انك تسمع اعترف عادي قول حتى لو ما تمشي اعترف اكيد الكابتن مثل خلاص وهو ابوك بالملعب نفس ابوك تسمع كلامه طبق الكلام مثلا قال لك لا تسوي الشيء هذا ما اسوي خلاص. طيب تحرص انت على انك تتابع كلام المدرب اول باول؟ اكيد هذا شيء اكيد انك تكون معي اسمع الكابتن اذا برا الملعب بالمباراه اسمع وجهني وهو. جميل طيب وبالنسبه لك قيس شو تشوف يعني كلام المدرب لما يقول لك مثلا يا قيس مثلا لا تلعب الصوره هذه سوي الشيء الفلاني سوي توجيهات هذه تسمعها تنفذها دائما؟ خاص مره صارت ما زعلنا فردينا ان عرفنا انه هو مع الكابتن صح كلامه صح فخلاص تعودنا ان اي شيء يقول لنا يا نحن خلاص نقول حاضر ونكمل يعني تنفيذ تام. اي جميل طيب بينكم انتم كلعيبه بينكم تساعدون بعض ما بينكم؟ اكيد يعني تعلمون مثلا واذا واحد شفتوه سوى شيء غلط شيء هذا تمرين غلط هل تنصحون ما بينكم من بعض ولا لا؟ اكيد نعطي الفرصه انه يعيد التمرين ويطبقه صح. جميل كباتن قاعد يعني يشوفون كل شيء اي واحد ما يعرف تمرين يغلط يرد يعيد عادي. جميل طيب كابتن محمد تحرصون ان التمارين اللي تعطونها نوعيه التمارين اللي تعطونها حق الطلبه عفوا اللاعبين؟ طبعا قلت لك اياهم من قبل ان فرق بين يصير لاعب صغير لاعب الكبير يعني انا بعطيك مثال شو فرق بين لاعب الاكاديميه ولاعب النادي؟ يعني كل لو تقول انت خليني باري الله يسلمك
نادي الكويت. شلون تباري نادي الكويت؟ نادي منظم كذي كذي. يمكن احنا يمكن احمد يدري لعبنا فئة 2003 2002 لعبت مع نادي الكويت، لعبت مع نادي الجهره، مع القادسيه، العربي، اليرموك، لعبت 5 مباريات اليوم فزنا بخمس مباريات. ودوري الاكاديميات احنا الحين ماشيين متصدرين الاول. فلما وتعطي اللاعب التمرين تقول له طبق التمرين هذا، اللي ما راح يطبق التمرين، اللي ما راح يواظب على التمرين ما راح يلعب اللعبه الجايه. يقول شلون ما لعب؟ قال له طبق التمرين واظب كل يوم تعالي تمرن. واللي نقول لك اياه سوى عشان المباراه الجايه تكون مجهز. يمكن عندنا يمكن افضل لاعب يمكن او من افضل اللاعبين عمر يمكن الحين مو جاي، يمكن صار 4 ايام مو جاي، عنده فرضا دراسه وشغله مو جاي. بعدين صار لهم بعد يومين ما جاي كذي بروح، يمكن المباراه الجايه راح العبها ما راح العبها، مع انه وايد لاعب زين، وايد لاعب زين بس ما راح يلعب. فلازم تحط عقاب وثواب حق اللاعب. سيصير له طموح ان اي تمرين اطبق التمرين اسوي اللي جميل. يعني تحرصون على نوعيه التمارين على متابعته للتمرين اكيد، وتشوف واحد مستواه نازل مستوى ولا مستوى قاعد يتطور زياده ولا ثابت المستوى تغيم، وتعطي طبعا بنهايه الشهر تقييم كامل حق كل مباراه، كل لاعب كم ماخذ من التبادي من كذي، تسلم حق منه رئيس الجهاز الفني يقول هذا تقرير كامل، فيشوف التقرير حق كل لاعب. جميل. طيب دائما استاذ احمد دائما السؤال هذا ينقال في بدايه الحلقه، بس يعني احنا حبينا ان ناخره الى النهايه، مو لسبب عشان يعني اول شيء نتعرف بعدين عاد انت تقول لنا الامر هذا. شو اللي يميز اكاديميه سبورتي عن باقي الاكاديميات اللي موجوده في الكويت؟ هو اللي يميز الامام علي عليه السلام يقول السعيد من كان هوايته عمله. احنا مجالنا حياتنا كره القدم، لاعبين تدرجنا من المدرسة لقاية الفريق الأول، احترفنا اتجاه للتدريب، فأنت هذه الملعب بيتك، فعارف شنو أسس التدريب، عارف شلون تطور اللاعبين. فاللي يفرق أكاديمية سبورت الأكاديميات الأخرى، مع احترامي طبعا الأكاديميات الثانية ما أقول الكل طبعا البعض منا، أن احنا الأكاديميين أغلب المدربين أو القائمين في الإدارة أكاديميين ولاعبين كرة قدم، يعني مو البعض تجاري ماخذ الطابع التجاري، لكن احنا لا مو مفكرين بالاتجاه هذا. احنا اتجاهنا كتطوير كره القدم، يعني كثروه اللاعبين شلون ننميها، هذا الاتجاه. جميل جدا، الامانه هدف سامي، ونتمنى ان شاء الله انكم توصلون حق هدفكم. ما شاء الله وصلتوا لك، هذا اللاعبين ما شاء الله متميزين، واللي شفناهم يمكن في التقرير كانوا هم كذلك متميزين. ويمكن دعوتكم من نادي برشلونه الاسباني وهذا اكبر دليل على تميزكم. يعطيكم الف عافيه استاذ احمد المدث، يعطيك العافيه صاحب اكاديميه سبورتي، كذلك كابتن محمد الكندري يعطيك الف عافيه. اتمنى ان شاء الله ان نشوف لعيبه نجوم باذن الله، ولعيبتنا الشباب عبد الرحمن عيال وكذلك قيس. انا ما يشين على فراس ثابت عليك على فراس لاعب المفضل، ما بعد فراس الخطيب. يلا قيس طاهم حياك الله، ونتمنى ان شاء الله لكم التوفيق جميعا ان شاء الله. ولي اكاديميه سبورتي، اعزائي المشاهدين نذكركم بارقام اكاديميه سبورتي اللي حاب ان عياله يضافون او ينضمون حق هذه الاكاديميه. قضاء وقت الفراغ بشيء مفيد، افضل شيء ممكن الواحد يسويه، خاصه ان وقت الفراغ عندنا جدا كبير، ووقت الفراغ يقتل، فانت اقتله قبل لا يقتلك وقت الفراغ في اكاديميه سبورتي. ارقامهم موجوده، انضموا لهم ويعطيهم العافيه على الجهد اللي قاعد يقومون فيه. نلقاكم ان شاء الله باكر في حلقه جديده ببرنامج شباب اليوم. مع السلامه.